فات خلاص أوان الاعتذار. يوم 30 ديسمبر اللي فات اكتشف دكتور صيني وجود فيروس كورونا، ومن خوفه على الناس بدأ يتكلم ويقول إن في فيروس خطير خلي بالكم، ولكن محدش سمعه. بعت رسائل تحذيرية ل 150 من زملائه على وسائل التواصل الاجتماعي وقال لهم فيها أنا شفت حالات كتير لالتهاب رئوي فيروسي بالمستشفى النهاردة، وكلها كانت جاية من سوق وهان، ومع ذلك محدش صدقه برضه. بعدها على طول تم استدعائه لمركز الشرطة وتم إجباره على توقيع وثيقة بتلزمه بالصمت وعدم تكرار الكلام في الموضوع ده مرة تانية، ولكنه حتى بعد ما وقع الوثيقة في مركز الشرطة ما قدرش يسكت برضه. طلع واتكلم في وسيلة إعلام صينية عن المرض، فزاد تركيز الشرطة معاه وبدأت تحطه تحت المراقبة. ده بالإضافة أن السلطات منعت كل الأطباء من مشاركة أي معلومات صحية، ولما تأكدت السلطات الصينية أن البلد في خطر أرسل مكتب الصحة في وهان لكل المستشفيات وأوصاهم بضرورة الإبلاغ عن أي حالات محتملة، ولكن مكتب الصحة ما كانش مهتم أو يعني وما حذرش من خطورة المرض، ولا حتى أكد على الدكاترة بضرورة لبس ملابس وأقنعة واقية. واكتفت السلطات بإغلاق سوق وهان اللي كان مصدر الفيروس، وكانوا فاهمين إن كده هيسيطروا عليه. وبعد وقت قليل جدا انتشر الفيروس وأصاب كل الكوادر الصحية بما فيهم الطبيب ليه، واللي كان حذر قبل كده من انتشار الفيروس ومحدش صدقه، وتوفى الطبيب ليه بعد إصابته بأسابيع، والفيروس انتشر في كل أنحاء العالم. وبعد ما الصين حاليا سيطرت على الفيروس بشكل كبير اكتشفت أخيرا خطأها في حق الطبيب البطل. وفي صباح يوم الجمعة 20 مارس اللي هو يعتبر الأسبوع اللي فات يعني، قدمت السلطات الصينية اعتذارها لعائلة الطبيب الصيني الراحل ليه، وده كان بعد ما تم توبيخه واتهامه بنشر معلومات كاذبة، وقدموا كمان لعيلته تعويض مادي بقيمة 820 ألف يوان صيني، وده بيعادل 117 ألف دولار. واعترف المجلس بأن الشرطة أساءت التعامل مع القضية ولم تتبع الإجراءات السليمة وخلفت القانون. مات الطبيب ليه يوم 6 فبراير اللي فات، وساب وراه قصة طبيب بطل ورمز وطني كان بيحاول إنقاذ العالم، ولكن صرخته النبيلة قبلت بتكميم فمه ومات بيدافع عن قضيته. بس خلاص أنا كده خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير ليه مع أصحابك، ولو أول مرة تشرفنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل، وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. كان معاكم محمد جابر ونشوفكم الحلقة الجايه.